شفتو ما شفتو فهاد الشهر ديال مارس النقيب وقفني باش باش يطبق واحد العقوبة زائرة صادرة من عند واحد القاضي ما عنده لا أخلاق ولا ملة كنقولها له علانية أمام الملأ قيمتك الأخلاقية معروفة فسالي ضغطوا عليك باش قمتك التوقيف ديال السنة لأن ما عندكش الشجاعة تواجههم لأنه الماضي ديالك وتصرفاتك المهنية ماشي نقية ما قدرش نكون في المكتب أنا خرجوني من المكتب لأن الناقب نفذ علي التوقيف ديال الممارسة وجاو هما استغلوا هالفرصة أنني أنا موقف باش يديروا وزارة الأحباس قالت لك الأوقاف الإسلامية بزاف عليها تكون وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الضالة تقولي في الملفات ديال يعني قال له بلد ديالك اللي حاط العنف الملفات ديال الزبناء ديالي راهما في امان وراهما عارفهم فين كاينين وما كاين حتى شي ملف اللي تقاس الملفات اللي كاينين هما ديال التاريخ ديال المغرب ملفات ديال المحاميين الفرنسيين وديال القضاة الفرنسيين لان هذا اول مكتب ديال المحاماة ديال المغرب اما انا وقفوني ملي وقفوني ما كانش عندي الحق نكون حاضر وما كنتش حاضر وانتم شاهدين انني ما كنتش حاضر ولكني ما برلغولياش الحكم اللي ما كايناش ان تفرقش واحد ما تبلغ له الحكم ميمكن لكش ما تعتاش الاجال وممكن لكش ما تعتاش الاعدام وممكن لكش ما تعتاش التاريخ ديال الاعدام كيديروا اللي بغاو لانهم ماشي قضاة بزاف عليهم يقولوا على راسهم قضاة ما كيفهموش او ما كيبغيوش او لانهم ما عندهمش الشجاعة باش يطبقوا القانون في المغرب Thank you.